السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد. فيديو راح نتكلم فيه عن بعض الأمور وعدة نقاط متعلقة بالتحديث الأخير زائد قلعتي. أول شيء طبعا مثل ما تشوفون الموارد عندي كلش تعبانة. طبعا طورت اللي هو المباني، كان عندي ثلاثة حقول منجم ذهب طورتهم، وكان عندي مستشفى 24 طورته. طبعا كلهم طورتهم في نفس الوقت لأنه كان في حدث رفع القوة، فوصلت تقريبا ترتيب الخامس أعتقد، مو متأكد. حصلت 4 رؤوس أسطورية. شيء ثاني لعدم الموارد عندي اللي هو الأبحاث، مثل ما قلت طورت هي إلى 10 كانت 6 أو كانت 7، وطورت هي إلى 10 كانت 7، هي كانت 6 وهي كانت 7. فحاليا قاعدين نفتح T5 اللي هو T5 مشاة، طبعا الفرسان خلاص فتحتها. وزائد ان انا حولت الى الحضارة الالمانية، قبل كنت الحضارة العثمانية، لان مثل ما قلت انا مركز على الفرسان. هاي اول نقطة بخصوص مدينتي. الشيء الثاني خلنا نجي حق الشغلة اللي تكلمت عنها، الهالوين. طبعا الهالوين راح يكون خلنا نقول من 24 الى 27 10 في هاي المدة. طبعا مو من 24 الى 27، بداية راح تكون اما 24 25 26 27 هاي الفترة، لأن 2018 كان 27 على العموم، 2019 كان واحد من هالتاريخين. على العموم راح تحصل على هاي السكن هجوم مشاة 5% دفاع المشاة، أو هجوم مشاة 5% دفاع الرماة 5%. السكن مال هالوين دائما مركز على المشاة. هاي السكن مال 2018 كان هاي الشكل، هجوم مشاة 5%. 2019 كان هاي هجوم مشاة 5%، و2020 هجوم المشاة 5%. طبعا الاختلاف في الدفاع، مثلا دفاع الرماة هني دفاع الرماة، هني صحة الرماة، وهني صحة الفرسان، فالاختلاف بسيط. الشيء اللي ما فهمته الصراحة هاي السكن، طبعا قبل ما نجي حق هاي السكن طبعا راح تكون اللي هو إطار الاسم راح يكون بهاي الشكل. فحاليا نجي حق هاي السكن، قصر الكركي الإمبراطوري، مكتوب هنا تم الحصول عليه في أحداث الذكرى السنوية 2020. ما شفناه الصراحة، هل في الأحداث لحين ما خلصت راح يكون في حدث؟ الله أعلم، لأن اللي نعرفه إنه كان في أعتقد هاي السكن، وهاي السكن فكان هاي السكن، فما أدري الصراحة هل ممكن يضيفونه مستقبلا في السوق. ممكن راح يكون هنا، لأن في الغالب يكون آخر شيء مستوى 80 يكون في سكن حق مدينة، بس هالمرة حطوا عودة شيو. مو شيء واو. الشيء الثاني اللي خلاني إنه يعني أسأل، أول شيء راح يكون هاي الإطار مال هالوين. طبعًا شلون تحصل عليه؟ راح تحصل عليه من عن طريق حزمة، عن طريق شراء حزمة الظلال الداكنة. الشيء الثاني هاي اللي استغربت منه، هاي يبين عليه إنه صيني ياباني كوري، تم الحصول عليه في أحداث الذكرى السنوية 2020. ما كان موجود هذا الشيء. قلت ممكن يضيفون رموز، طبعا هاي الرموز كانت موجودة في 2018، فاللي عنده حساب في 2018 راح يحصل على هاي الرموز. طبعا في ديك الفترة ما بدلتهم كامل، لان هاي تبدلهم يعني تبدل شغلة بشغلة، بس انا بدلت بدلين، فالحسابات الجديدة ما راح يحصلون هاي الاطارات او شكل اصح هاي الرموز. فصراحة ما أدري، تاج مزقرش، فاحتمال كبير راح يكون في حدثين، حدث الهالوين وممكن الحدث الذكرى السنوية، طبعا استمرار حق الذكرى السنوية، لأن الأشياء اللي شفتها أو شفناها يا بعض ما شفناها قبل. عندك هاي ما شفناها قبل، زائد عندك تاج مزقرش ما شفناها قبل، فأتوقع أنه راح يكون في تحديث أو في أحداث جاية في الطريق. طبعا خلال يومين راح يبين كل شيء. حاليا قاعد أشتغل على جنكيز خان، طبعا المعدات عندي كلها كامل، بس حاليا مركب هاي حق الجمع، ناقصني بس الاختبار الصامت واحدة راح يكمل كامل الست، وبعدها راح نشتغل على التخصص. بس خلنا نخلص أول شيء بعقائد، ثاني نحط عليه نفس المعدات، وبعدها راح نخصصهم. في نفس الوقت قاعد أشتغل على جنكيز خان، قاعد أحاول إن أنا أمكسه على الأقل لو أقدر أمكسه قبل الكي بي كي، مع إنه صعبة صعبة صعبة، بس منشوف يا الأحداث اللي بتجي ممكن أمكسه في الكي بي كي، لأن الكي بي كي في رؤوس ما شاء الله. هاي أول شيء. ثاني شيء راح أشتغل بعدها طبعا إذا جت العجلة راح أفرها وراح أمكس، أو خلنا نقول
راح امكس قد اللي اقدر عليه حق ويليام وبعدها نزيل عليها بالروز. فهي الخطه الحاليه، حاليا انا اشتغل على جنكيز وبعدها اشتغل على ويليام، لان الاثنين يبعد ما شاء الله في الميدان شغل جبار. هاي انا الحين 50، انت ما تتكلم عن 60، بس قاعد احاول ان انا احصل على الرؤوس. شيء ثاني كيلوباترا باقي لها يعني طقه وامكسها تقريبا 13 راس. وفي نفس الوقت جاينا حدث الاحتياط الاستراتيجي، خلنا ننافس، اتوقع ممكن ننافس على 15 20 25 30، فهاي المستوى. ما راح ننافس على اول مراكز ولا حتى 10 مراكز، اول 10 مراكز راح ننافس على خلنا نقول من 15 الى 20، فهاي الحدود. ميناموتو بعد قريب راح امكسه، بس هالفتره الحظ سيء، الصناديق اللي تطلع عندي كلها تعيزه، يعني يطلع عندي راس واحد بالكثير، ماكسيمم يطلع لي راسين الحين تقريبا 5 ايام بهاي الشغله. فلو يطلع لي على الاقل 7 8 في اليوم راح اقدر امكسه بسهوله. باقي 80 و80، تقريبا باقي 121 راس وامكسه. 121 راس مو شيء واو، خاصه يا الصناديق اللي تشتريهم. طبعا اقدر استخدم جنكيز خان اساسي وتساو ثانوي عند الضرر اعلى لين ما امكس ويليام، فهي الخطه. فاذا مكس جنكيز خان راح احطه اول شيء تساو، بس الهدف ان انا اخليه ويا ويليام. فتقريبا هاي الاشياء موجوده عندي حاليا، ما في عندي معدات، بس حاليا ما في شيء قاعد اشتغل عليه. هاي فكرت ان انا اشتغل عليها وبعدها تركتها، حسيت ان هي ما تستاهل، خاصه ان ما فيها عليها ست تكمله مثل الست الموجود هنا. الشيء اللي لاحظت انهم هذين انضافوهم في البدايه وبعدها شالوهم وحين رجعوهم الى التحديث. فلو تلاحظ هاي كانوا موجودين قبل، اول ما نزلوا التحديث كانوا موجودين، بعدها شالوهم وحاليا اضافوهم من جديد، لان كانت في مشكله ان تحصلهم على من المملكه المفقوده. فبهي الطريقه ما قدرت احصلها. الناس قامت تسال شلون نحصلها، شلون. خلنا نشوف بعد هنا في اشياء تضافوها. هاي العمله التعبانه دي شيء قوي. بعد نفس الشيء مملكه مفقوده، تقريبا دلين كلهم مملكه مفقوده. لا هي مو مملكة مفقودة. في بعض الأشياء قلتها في المقطع كان فيها لبس، حاليا هي يوم ثاني قاعد أسجل، فراح نوضح بعض النقاط. أول شيء قلت إن مخطوطات لوكرين مجلد 6 ما فيها آخر شيء ما فيها سكن، بس ما انتبهت إن السكن موجود في المستوى 70. الشيء الثاني، النقطة الثانية اللي هو بخصوص هاي السكن، ممكن هاي السكن ما يجي يعني في خلال هاي الفترة ويا الهالوين، ما ادري ليش قاعد اقول غلط، الهالوين، فممكن يجي خلال هاي الفتره، يعني خلينا نقول مستقبلا، بس انه هو نزلوه يعني هالمره، ممكن يعني مو اكيد، مجرد توقعات. فهي بخصوص اللي هو السكن زائد اللي هو اطار الصوره اللي هو هاي. الشيء الثالث زادوا اللي هو زياره هجوم وحده الحصار التي يقودها هذا القائد بنسبه 50% وزياره الدفاع بنسبه 50%، قبل كانت 40 اذا مو غلطان، بصراحة مو متأكد، بس زادوا 50%. وزاد اضافوا اللي هو هاي الفيديو، تقدر تشوفه اذا تبغى تشوفه. الشيء الرابع، هاي المعلومة شفتها صراحة من فيديو عند ليجند روني، اي قائد ينتقل من مملكة قديمة الى مملكة جديدة ما تعدد 310 يوم، خلنا نقول ان القائد عليه قفل، مثلا اتيلو تاكيدا او اي قائد عليه قفل، ويليام، واي اس اس، ثيودورا، او اي قائد يعني شنقربوتا، او اي قائد عليه قفل، قبل ما كان تقدر تشارك فيه في الكي في كي. حاليا بصراحة ما فهمت كلامه 100%، بس يقول انه ما راح تقدر تشارك فيه في تابوت وزاريوس، والعهدة على من قال، او العهدة على الراوي. تقريبا هاي الاشياء اللي ما حطت بالي لها. في شغلة بعد ما قلتها، لو جينا الى الاعدادات العامة، اخر شيء اضافوا خيار اخفاء الاخبار الخاصة في الجريدة، هاي ما قلتها في الفيديو اللطاف عن التحديث. وفي شغلة، هاي المسج اللي قريته في الفيديو اللطاف ومسح، فيتكلموا عن الحسابات اللي مو مرتبطة مثلا بالفيسبوك او غيره. الاشياء اللي ما راح تقدر تسويها، لن يتمكن من نهب الموارد من مدن الحكام الاخرى، اتوقع انه ما راح يقدر يهجم على المدن الثانية طبعا اللي ما يربط حسابه، لن يكونون قادرين على منح الموارد المساعدة للحكام الاخرين، خاصة اذا كانت القلعة مزرعة، ما راح تقدر ترسل الموارد الى قلعتك الرئيسية، لن يكون قادرين على رفع مستوى القاعة المدينة الخاصة بهم الى ما بعد المستوى 10. خلنا نشوف 11، اي فيعني راح تقدر تخيل، راح تقدر تطلع بس قائمه انتظار اللي هو المسيرتين، راح تطلع بس، ما راح تقدر تطلع اكثر من مسيرتين. والشيء الاخير الفي اي بي 13 قريب راح ادخله، خلينا نشوف نقدر نوصله الحين. كم باقي؟ لا ما راح اقدر، حاليا عندي 2000 وباقي علي تقريبا 5000، فتقريبا بكره ان شاء الله راح ادخل
بعد نضيف هاي. كم باقي حاليا؟ 2000 باقي، 2800 يعني تقريبا 3000 باقي، 3000 نقطة ويدخل الفي اي بي 13. فبكرة ان شاء الله راح ندخل الفي اي بي 13. طبعا الهدف مالي اني اوصل الفي اي بي 14، 13 راح ادعس فيه يعني ما راح اوقف، راح استمر ان انا احط فيه جواهر لين اوصل 14 اوقف. 14 ثلاثة رؤوس تفرق. طبعا 13 اقدر اشتري رؤوس من المتجر، بس للامانة ما احس انها هي تستاهل 2000، ما احس انها هي تستاهل. فال2000 بديل ما اشتري بها رؤوس راح احطها في الفي اي بي، فراح تفرق ياي، خاصة لو وصلت 14 راح تفرق ياي. كل يوم 3 رؤوس يعني انت قاعد تختصر المدة اللي تطور فيها القائد. واخر نقطة خلاص وهي اخر نقطة ما راح اضيف عليها اي شيء. لو جينا الى المتجر، اخر شيء اللي هو استرداد التحالف، عندي تعقيب او تعليق على سالفة البيع ما بيع. طبعا اللي اكتشفت ان انت لازم تكون مطور القلعة اخر شيء عشان تقدر تبيع الكتب. الشيء اللي ابغى اقوله، طبعا انا في الفيديو اللي طاف فيديو التحديث قلت راح ابيع كل شيء هني الا هاي وهاي والنجوم الثلاث وبعض الاشياء اللي قلت راح ابيعها هني، بس فكرت فيها قلت ليش ما انطر الى نهاية الشهر اشوف ممكن يكون في تحديث يغيرون اسعار العملات اللي هو سعر الاسترداد، خاصة ان انا ما راح اخسر اي شيء. يعني انا ما اتوقع في التحديث اللي راح يجي راح يشيلون استرداد التحالف، بس ممكن يكون في تعديل في الاسعار. اذا صار زين على زين، واذا ما صار انا ما خسرت شيء، اقدر ابيعهم مستقبلا. فهي تعليق يعني، قلت خلنا انطر، ما راح اخسر اي شيء، انطر لنهايه الشهر الى التحديث الجاي، سواء كان نهايه الشهر او بعد الهالوين. الهالوين قلت مثل ما قلت راح يكون اما 24 او 25 او 26 او 27، فهي الفتره بدايته، فراح يستمر اسبوع. فخلنا نقول يعني تاريخ 11 او 10 11، اللي هو 10 11 او 11 11 التحديث الجاي، فممكن ابدل الاشياء الموجوده عندي في ذيك الفتره. وبس هاي كان كل الفيديوهات، نسون لايك فبالسبسكرايب، شكرا على المتابعه ومع السلامه.